السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. يا ربي الشمس شوي. أقولكم أمس البحر طول النهار، ساير النهار طوله. شوف هالنمونة قادي بعد أسوى عن شي هادي. يوم عدى الظهر قال ييتك وعتينة الدنيا عيان، ويت الطهفات ويت الهويات. يا ربي يا هي مصيبة. وكل لمسة روى البحر، أنا باطعت أدش، قلت له بيظهر أبوي من قبره، ما في يدش، تشبلي بتنجلع من البوانيش، رضاخ طاخ وطريخ وطاخ، وش الله حادني ما شيك على الفني. سارة ويا بو ديم، ما يا بو دام وديم، قوت على اللي يموت، يلا يلا سدهم الأشياء. انزين أبوي هنا اليوم ترى شي سناب، أبونا ما شي سناب، ترى السبت معروف انه ما شي سناب، غير اليوم شي سناب. ليش؟ يلا يحفظكم حدث نزل انا اعلان عن مكان من يوم، وان شاء الله اني اليوم بشارك فيه، لان حدث وايد يهم البلاد ان شاء الله، وانا كل شيء يخص البلاد، شيء يخص البلاد في السمع والعلم والخبر، زين انا اشارك فيه ضروري على كل حال، بالاخص ان قالوا لي السلطات او الجهات المنسقه او الجهه المعنيه اقرب يا ابو محمد. نعم اقرب وانا مغمض. الحدث اليوم هذا الله يحفظكم بيستوي في جزيره الحديريات في ابو ظبي ان شاء الله. والحدث الله يحفظكم يخصه في موسوعه جنس، وان ان شاء الله بيستوي حدث يتسجل في موسوعة جنس أن الإمارات أكثر بلد مسوي هالموضوع إن شاء الله، وبنكون نحن وغيرنا موجودين أول الله. الساعة 4 العصر لين في الليل، عادة في الليل أظني للساعة 10 كان أتوقع، العلم عند الله لين 10 ولا 9 الله أعلم، لكن يبتدي من 4 العصر إن شاء الله أني ألحق ولا أتأخر عليهم. الحين بعدني لفيه شويهات لنوصل ولنظهر شغلها. انا روحي راعي طويله، ساعتي بيو. محمد السلام عليكم. سلام. جود مورنينج. شو اخبار؟ زين الحمد لله. ما شي اخبار؟ لا ما شي اخبار. ارباب وين؟ ابو ظبي. ارباب مالك مشكله؟ شوف بيته ما في ارباب ما في زين. زين ريال ما في. اي والله. ريال ما في؟ اي والله. بيت ما في زين. ما في زين. لازم ريال البيت يكون موجود. اي والله. حتى حرمه مال البيت بعد. اذا حرمه مال البيت. هذا حتى في بلاد مالكم هذا نمونه؟ نعم. حتى بلاد مالكم بنجلاديش؟ ايوه قانون دنيا هذا نمونه. سبحان الله. شكرا محمد. ثانك يو. يعني توا مسج والله يا ابوكم، قالوا لي واحد اعطاه والله ما اعرف منو، لكن الظاهر من اللي يتمرن وياي في الجيم، قال تعب اسبوع كامل تسير يومين البحر وتازم تخمخم وتخربه، شو فايده التعب هذا؟ والله يوم جلبت الموضوع في خاطري ولان كلامه صدق 100%، اسمي اخمخم ما اخلي شيء ما اخمخمه، ما عليه لو سمت الا مشواي الحيمه مشواي. البارحة دقيت عيوش تهلعت يوم شفت العيش اللبتي. كل اسبوع اقول التوبة، لكن ما شيء. الشيطان موجود المغريات. بالنسبة للي يقولون والله انت ما تظهر الحين، هذا ابوي التحديث السناب الجديد، شو اللي استوى؟ اختفيت يمكن من عند 90%. هبل انا وغيري، يعني هاي مشكلة عامة، لين يسوون السيرفر مالهم ما ادري شو اللي يستوي. فحين ما اظهر الا اذا انك انت تحطه سمين، من تحطه سمين ضيفني مرة بس خلصت. هي بعدني ما تريكت لكن بيضتين، هذا هاي كل ثنتين ودار ثنتين بالعمال، ما حين ابتديت يعني من اليوم ان شاء الله اني بلتزم، ما باكل لا خبز ولا عيش ولا سكر. آية سفر، تعالوا بجاي سفرة، خبرتكم سفرة برشلونة، تسير طيران الاتحاد،
تاريخ 28 من مطار أبوظبي دايركت من مطار أبوظبي إلى برشلونة. في أول خط يتجهين هالخط من تسير وتحط اسميه مرة واحدة داخل هذا وتسوي إضافة مرة ثانية بس يستوي من يده جديد، لأن الحين ما أدري شو اللي إياه. عتيان عتيان لسناب خير شاء لكم. أنا من قبل اللي يبي يلجمك يدله ثمك لادمي يوم يبي حد ما أبي غلب هاي اللي بغوا من غير كتبوا في جوجل ودخلوا وآخر وظهروا ما أبي غلب. ما بلازم أنا أنشر حسابي شوفوني وين أنا أكون عند لا لا ما يبي ما يبي لادمي اللي يبي يظهر حد حسابه يظهر من آخر الدنيا ما أبي غلبه. مرحبا بمتو، مرحبا بمتو، جود مورنينج يا متو، هاو ار يو، كيف حالك؟ شو اخبار؟ كله زين؟ بلاد زين، كله زين؟ ما في اخبار مني منك. شو اليوم سويت ريوك؟ ما ادري بابا كون بعدين محله. انتم ما تسوون؟ ما لا بس محله من يسوي؟ نحن طبخ مالكم؟ ايوه اي. شو امس شيء امس حصلتوا سمك؟ بس لسه قول والله امسوي بحسات ميديوم ما بي كبير صغير ما بي كبير ما بي ميديوم زين هي سويتس هي شنعد سناد امسوي ميديوم ماشي كل سوي بس الله ترين باب الحمد لله زين. أرباب يقول عيب ما يصيد سمك. لا بس الله أرباب ما أنت وايد حرامي كبير بعد ما كواش. أنت يعرف سويت أنت مشكلة الحين. ليش؟ مشكلة أنت محمد بن عبد الله واحد أسبوع أول يعطيك تليفون سامسونج؟ تليفون سامسونج؟ أيوة. زين؟ أرباب يعطيك صح؟ أيوة. الحين محمد هذا ما يريد آيفون، يريد سامسونج موبايل مالته. هذا شو يعني مشكلة محمد؟ شو؟ ما والله. واجد مشكلة. كل شيء الأبارات ما يسوي كلام أخوه. ليش؟ قول مني ما. ليش؟ شو السبب؟ ما أدري ما بيقدر هذا. واجد. داخل عيون هو عيون مال حرامي يا ديك ما في زين. انت نمبر 1 كل سنه قاعد يقول لازم يروح بحر يسوي كلام مع متو. ما يسوي كلام مع متو ما في فايده زين ابوي. نعم اقول ممكن انت ما في زين انت ما في زين هذا من يقول ممكن ماما منو ممكن ماما تقول انت ما في زين هذا خلي ولي الله ما في أيوة. انت زين الله في محلول. أيوة. نفرات ما فيه لا. غبي ما يعرف انا سوق الله ما في سوق انا مني انا مني الا في بوغارو هنا هذا مال انا بيت هذا مال انا سوق هنا 100% انت 100% صحيح. بابا ديماس هذا مال انا بيت ما انا سوق بابا قول هذا سوق هذا سوق ما يكلم بابا ماما بي ما يكلم هذا مال انا بيت هذا زمزم هذا بلقائي حرامي رقم واحد. شوف شوف عيون مال هو شوف 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 هناك عيون كيف عيون عيون حرامي عيون عيون حرامي الله أكبر عليه جني ها متو جني هذا نفر زين. شو اسم ماما؟ راكاي رقية راكاي رقاي وبابا كربايا كربايا بابا مال ماما شو اسم كربايا راكاي بابا مال ماما ولا ما بيمالو والله انا ما في معلوم بابا ماما انا ما في معلوم انا معلوم انت ما تشوف لكن انت ما يعرف نيم مال بابا مال بابا مال انت لا لا ليش نيم لا بابا ما يقول ما قال لا وماما بابا بيعرف لا بابا بابا مال ماما بابا ماما انا ما في معلوم وما اسمه كلام نيم ما في معلوم والله ليش ما بابا انا ما في كلام سوس انا ما في كلام لازم اسوي سؤال شو هذا مسخرة بعد؟ بابا بيعرف بابا بيعرف معروف بابا 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 معروف زين بابا مال هو؟ كان منياندي ايوه الحين نمبر 1 زين بابا مال ماما مال انت؟ كربيا كربيا لا بابا مال انت؟ اثنين كله كرفاية؟ كربيا اثنين كرفاية عندك؟ بابا ماما بابا كربيا مالنا بابا كربيا والله والله شوف انت ما اقول شيء عنكم انت كبر ماما هي. وتقول سلام
سلام ان شاء الله ان شاء الله. شكرا متو. شكرا شكرا. سوي سلام عليك. سلام لك يا ماما. ايه ماما سلام عليك. مسلم عليك متو سلام كثير. سلام لك ماما. يلا شكرا متو. قلت بدردش وياكم الله يحفظكم الحين شنو ما ترست عاد وبدردش وياكم شوي لين نوصل ابو ظبي الله يرضى. والطريق والله ما بشوي مدح يعني 200 وشي كيلو 270 اظني لكن ان شاء الله وحده هنتين وحده هنتين وبنوصل وبنعين الله خير وبنصلي الظهر وبنتغدى لكن اليوم ما حولي مجيل لان الله يسلمك الساعة 4 لازم اكون في جزيرة الحديريات إذا الله راد بنحضر اللي خبرتكم عنه مال تجمع مال سرطان الثدي اللي هو محاولة كسر أو دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية اللي تخص البلاد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين في دولة الإمارات في قوانين صارمة تحمي العمالة الوافدة وتحمي بعد المواطن من العمالة. كل إنسان له حقوق. الوافد أو الأجير أو العامل المنزلي أو المساعد في أمور البيت اللي هو المسمى ما يحضر من المسميات لهم حقوق لهم وعليهم وشي قوانين بتكفلت بها البلاد الحكومة الله يحفظها من دار من رواتبهم وعلمهم وخبرهم وعلاجهم وعقودهم يعني من كل أمور اللي تخص العمالة الوافدة من خارج الدولة إلى داخلها. ففي السنين الأولية شذب خيبة أني يعني نحن ما كان شيء موجود. لا والله موجود. أنا روحي شفت وعشت في وطر أنها يومين على هالأساس يعني طلعت القوانين والتشريعات الجديدة أنك إذا عندك حد ما تقدر تخليه يشتغل خاري برا عند حد غير وإذا حد ما تجيب عمالة من برا ما بعلى كفالك وتشغلهم عندك. ففي قوانين صارمة خذتها البلاد الحكومة تجاه المخالفين قواعد العمل العمال وقواعد قانون البلاد الحكومة المستهترين هاي يسمونهم الامرأة. فلذلك طلعت أحكام وايد صارمة بالغرامات توصل إلى 50,000 درهم إن اللي بيضم آدمي من الشارع بيشغله أو عنده أجير وبيسرحه مقابل مردود مادي. نعم كان موجود ومن عقب من أكثر من 15-20 سنة أنا ما شفت هالظاهرة. إيه نعم اللي يقول ما كان موجود هذا يقول له الرمسة هاي تعال من دونها. هذا موجود في كل الدنيا العودة يعني دول الخليج الأول ما في وعي ولا في المراد. هذا شيء صار واستوى وعلمه عند الغيب واللهم لك الحمد. حكومتنا الرشيدة أصدرت قوانين صارمة ومن عد ما من هاك الأيام مش موجود تكاد أن تكون معدمة المواضيع نائب إلا إذا عامل وشارد ولا شيء من هالقبيل. هذا شيء آخر المراد. طالت عماركم أمس يعني مسج والمسج هذا فيديو استوي الحدث في إحدى البلدان المجاورة. استوى الحدث في إحدى البلدان المجاورة حتى لو كان في الفيديو مذكور اسم البلد والريال من نفس البلد وذكر أن في بلادي استوى جيجي. أنا ما أحب أطري لا بلاد ولا بلاد غيره لأني أحس أنه من الإجحاف ومن قلة الذات وقلة المعروف أنك أنت يا الإنسان تشهر في بلادك بمواضيع ما لها معنى يعني أو أنك يعني عبارة أنك أنت يوم ترمس تقول استوى في بلادي الشيء الفلاني طريقة سلبية هذا مش حلو. أي شيء تشوفه سلبي وصل أولي الأمر قصورهم طلقة ودواويهم طلقة والمراكز طلقة والشرطة طلقة وكل شيء موجود قدام عينك اللي ما بعيب انك وصل لين المكان وبلغ. لكن انك انت تدخل التواصل الاجتماعي وتقول لي انا في بلادي موجود الشيء الفلاني هذا عبارة انت كأنك تخون دارك.
تعذر ببلادك وتعذر بحكومتك وتعذر بهلك، حد يكشف عن عمره؟ حد يكشف عن عمره؟ الناس تدور الستر، الوادم تدور الستر، والستر يشرى ولا يباع، الستر يشرى ولا يباع. آدمي ما يكشف عن عمره، يقول شوفوا تعالوا تفرجوا علي، عيب. أي شيء فيك ولا في بني عمك ولا في جماعك ولا في هلك ما تجلس الشهر بهم. الأول اليار يربي ولد اليار، من تشوف ولد اليار زال حتى الضرب الأول يضربون ولد اليران، يوم يشوف الولد زال ولا مسوي منقود. إيه لأن هذا عرف متعارف عليه، إنما أزخ ولد ياري وأشهر به قدام العالم وأقول إن فعلته وتركته، هذا شو فايدة؟ كنت مالك خانة أصلا في الدنيا أنت أصلا من الأساس. اللي هالنمون تسوي تشهر ببلادك وبيرانك وبربعك وبصدقانك، هذا تعبار مسودوي. ما علينا نحن من سيدان الويه، ولا علينا من سيدان العيون، ولا علينا من زين ولا عبيد، علينا ابوي بالرجال هذا والفيد اللي منزلنا. المراد الرجال الله يحفظكم شي يقوله؟ يقول ان شيء كفيل وعنده مكفول، المكفول الكفيل من خليجي، فيقولوا يوم يعدي خطفن السنتين ياه المكفول وعطى ابوي 6000 فلوسنا نحن 6000 درهم وقال له جدد لي. وعلى هالمنوال كل من خطفن سنتين ياه، خطفن السنتين الاوليات وعقب يعني سنتين من عقب خطفن 40 سنين. يوم يجدد مره ثانيه قال له بعد تديني 6000 يدد، كان تباني يدد لك. قال له انا ما باك تجدد لي سنتين. طمع بني ادم، شوف هذا انسان ضعيف ما ظهر من داره الا هو محتاج، لو عنده هالالاف كلها ما ظهر من داره، يبقى بالرغم من بلادهم في بنغلاديش بلاد خضراء وبلاد انهار وخير، لكن الحايب اتحرم. وافق الرجال هذا، قال ما عليه عطني 3000 وبيدد لك. يدد لسنة، يدد لسنة الله يحفظكم. صار البنغالي إرادة الله سبحانه وتعالى أنه توفى البنغالي، توفى البنغالي هذا من عقب ما تيدد لسنة. شلكم أنتم البنغالي هذا في خلال 4 سنين اللي اختفى بطريقة أو بأخرى، يا بحرمته يا بوليده يساعدون على المعيشة في هالبلاد، بلادهم غالي بعد هالخليجية. المراد أنه يدد له الرجال، يدد له وخذ عنه 3000 درهم عبارة فلوسنا نحن. إن شاء الله سبحانه وتعالى أنه يتوفى البنغالي هذا، توفى البنغالي، توفى البنغالي الله يحفظكم. وعند حرمة وليد الحين نشي الولد وصار عند منو؟ عند الكفيل. قال لأبوي حمت توفى، والله الله فينا نبى أبوي نسافره بلادنا، نسافر بلادنا، تعال تيمن أبوي وقع لنا. حسب القوانين أنه لازم الكفيل يكون عنده خبر يوقع على إلغاء الأمور، تخليص أموره عند المستشفي، يعني أساس أنها الطب الوقاية على أساس يرحلونه ويتوفي بلاده يدفنونه. قال لا أنا ولا موقع، تباني أوقع؟ تباني أوقع؟ يجيب لي أبوي 6000 درهم، ما يعادل 6000 درهم، تدفع أبوي 6000 وبوقع لك أبوي على ذاك تطير أبوك وتدفنه. ما عندك؟ ما عندك أبوي برايه أبوك يتم في الثلاجة، يوم بتي معولي 6000 تعال أبوي بوقع لك على ورقة الدفن. الله يحفظكم. الصدمة كبيرة للولد، وليتها صغيروني كانت صدمة كبيرة، كيف أنا جاي في بلاد ناس مسلمين بهالطريقة؟ عن أبوي ميت، ما بيخلي يبي يدفعنا بيزات،
على تصريح دفن ان راح يلبونه بتابوت، ها روح التابوت بهالكثر بيزات، علم ابونا ميت بعد لاحجنا لين بحر يوسف، لاحجنا تبى البيزات حبك اللي بهالبيزات عاملنك حتى عن فعل الخير. انصدم الكفيل المكفول ابو الولد هذا قبل ما حياته كان يشتغل شغل اضافي، كان يصير الله يحفظكم ينظف مسيد، ينظف مسجد وينظف ويعدل ويخمم وهذا نشل الوليد هذا ولده وصار وين ابوه يشتغل الشغل الاضافي. وصل عند الامام وقال له هلكيت 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 السالفه. قال لعيال ابويا ليش عاد الامام ولقط من هل الخير كم من واحد وصاروا جدابه يسوقون ياها على اساس انه قلبه بتيه الرحمه وهذا. وصلوا هو كم من واحد من فعال الخير والناس الياويد اللي مثلكم شرواكم وصلوا عند الرجال سلام عليك. فقال عليكم السلام هلكيت هلكيت سال الرجال ابوي الثلاج من يومين والعاده ان كرامه الميت دفنه هذا من السنه وتيمل يا ود الحلال. لان شوي لان الرجال قال ابوي انا ابوني ابغي 7000 ولا 6000 الحين لجل ابوي كرامتكم انتم يطيحن الثلاثه اعطوني 3. يجمع ابوي من هل الخير واللي مثلكم شرواكم وعندك ودونك واول وتالي مشوا ابوي شلوا 3000 عطوهن الكفيل اساس انه يوقع اعطاه الله وجمه ووقع لهم على التصريح الدفن. كتب ان يكون عندهم يعني رقم يجمعوا رقم على اساس ان يسافرون بتابوت نشوا الله يحفظكم او البلاد ما او انه ماشي بيه ما ادري شو السالفه. المراد ابوي دفنه والريال هذا البنغالي في نفس البلاد اللي هو اشتغل فيها. انتهى الموضوع. لكن شو يتم؟ يتم حق الله، يتم حق الله سبحانه وتعالى. زين قلناكم تام حق الله في ذمه في ذمه الشخص هذا الكفيل. الكفيل هذا الله يحفظكم انتم تعرفون كل اب عشقه بنته، لأن بنته هي عبارة هي بنته هي أمه هي كل دنيته. لدرجة ساعات شيء من الأمهات يغار من البنت من أبوها على على ريلها، تغار من بنته على تغار من بنته للأم من كثر محبة الأبو للبنت. في أسر وايد أنا عشت وشفت المراد البنت توها مثل الوردة. هذا في حال ان الرجال عنده بنات، لكن راس مال الكفيل هذا بنيه وحده يشبرها ويذرعها من غلاها عنده مكانته. البنت توها متخرجه بغت سياره وخذ لها سياره، ما كملت لبني اسبوع في سيارتها الجديده وتسوي حادث ويجيها شلل رباعي تنشل ايديها وريولها. هاي البنت كانها ورده، كانها ورده هاي البنيه. واللبو أقولكم مثل ما قلت لكم يشبرها ويذرعها صبح ومساء عشقه نصخه اللي يصير ويرد في ينبه. نعم وتصير ابوي يصيبها ابوي شلل رباعي ليدين وريلين لازم اشلوله حطيطه. هذا من انتقام الله سبحانه وتعالى. ترى الله سبحانه وتعالى له انتقامين، انتقام في الاخره انتقام في الدنيا. شيء من الاشياء الجرم الانسان اللي يسويه رب العالمين يعدل بالانتقام، فيازم الانتقام اعز ما يملك الانسان. انتقم الله سبحانه وتعالى من فعلته ان الله حرمه، ان الله حرمه. شوف بنته تمشي وتسير وتجي قدامه فخلاها حطيطه قدام بكرسيها يشوف صبح ومساء. وعنده وليد، عنده وليد وماخذ له بعد موتر سيكل هالسعودي يسمونه بطبطة بطبطة والدراجة. المراد وتخط عليه سيارة وتبتر لك ريل بتار ويازم الوليد هذا عمره 17 سنة بعد 17 سنة ويازم الوليد أبوه ينقز على كراع واحد. الحين البنت هاي تشلل رباعي وهذا ولده
ينقز على كراع، كراع واحد من حز الركبة انبترت الريم. شو إرادة الله سبحانه وتعالى أنك أنت ما رفت بهالمؤمن، ما رفت بهالمؤمن، رب العالمين عجل انتقامه، عقاب واحد في الدنيا، وما أدراك عادة عقابك أنت باكر في الآخرة. شو وضعك بيكون؟ شو الحالة اللي أنت بتقول إليه والسبة؟ شو ما رحمت هاك الفقير المسكين؟ الرجال هذا الكفيل اللي بنتيها شلل، ولده انبترت بيه، يعني ما سهل على المتوفي انه يدفن، انه يندفن، بيدفنون غرب اللاتك رجال ميت، كيف انت قافلنا تبع بيزات من واحد ميت؟ يعني هذا امر انا ما تسمعت به. انا شفت قساوة قلب، وشفت انسان ما في مروة ولا في ذات ولا في معنى مثل هالآدمي، لا والله ما سمعت، جد خيب، ما سمعت ولا جد شفت ولا سمعت ولا حتى في الأحي، ولا يخطر في بالي إن يوم من أيام الله بلقت حد في قساوة قلب إلى هالدرجة. اليتيم سبحان الله له مكان كبير عند الله سبحانه وتعالى، اليتيم له مكانه ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. من عظم مكانة اليتيم، عظم مكانة اليتيم عند الله، ما تدرون بهاليتيم شو دعا في خاطره، شو دعا في خاطره على الكفيل هذا، شو دعا في خاطره، والله سبحانه وتعالى استجاب له. هي نعم ماشي حجاب بين اليتيم وبين الله سبحانه وتعالى، في مقام كبير الله جعلنا عنده مختص بنفسه لصالح كل يتيم. ما تدروا شو كانت دعوته اليتيم واللي هي صابت الـ 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 الكفيل بأسرع من لمح البصر. يقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى حرم على النار من كان هينا لينا. سهلا يكون هين ولين في معاملته مع البشر، بلطافة، بطيب، بأخلاق رب العالمين. رب العالمين رحمة منه إن الله محرم عظامه من لهيب جهنم، محرم النار كلها، محرم النار كلها إنها تمس الإنسان الهين اللين ذو الخلق العظيم، ذو الخلق اللي ياخذ بيعطي مع العرب مب النسر. أنا أبوك ما تقول لا إله إلا الله، ما حد يقول لك لا إله إلا الله قلت عليكم غضب الله. يعني معقولة وصل الجشع في بني آدم لهالمرحلة، إلى هالمراحل؟ هاي مراحل والله العظيم يا أبوكم، هذا في الدرك الأسفل، حرامي أنه في الدرك الأسفل، في صقر، في صقر هذا مكانه، استغفر الله العظيم. الله سبحانه وتعالى يحب اللين الهين السهل اللطيف في المعاملة، فلذلك ما شيء من أنك أنت تكسب رضا الله في الشو، ما بلازم أنت تسير حين تجاهد، ما بلازم تسير تحارب، ما بلازم إذا ما عندك بيزات، ما بلازم تتصدق، ما بلازم تتدين، ما بلازم تحط على عمرك ديون حتى ما الله عطاك رزق وتتصدق فيه. الله عطاك أخلاق، الله عطاك أخلاق حميدة تروم تكتسبها تدخل فيها الجنة، تكسب فيها رضا الله ورضا خلقه. بعد شين وقوات عين، لا تتصدق، لا صلاة، لا دين، لا لطافة، لا عندك، لا إليك، لا منك، وفوق هذا نسر وغادي باروت ما تتحاجة، منو بيشاهدك؟ الكلاب الضالة ما تشاهدك. نعم حد من العرب يقول كيف أكون هين لين وهذا اللادمي يتكلم علي الكلام قاصر، ليش ما رد عليه؟ وينك عن الله؟ والله وين صار؟ الله فوق، الله هذا حق الله، حق الله بيتأدى، حق الله لازم بيتأدى. راي يتكلم اللي بيتكلم ينبح صبح ومساء. انت مالك الا لحم صافي، هذا وين بتحصله اللحم الصافي؟ يوم بترمي ترمي حمولك على الله سبحانه وتعالى.
الله سبحانه وتعالى بيختص لك الحق من فلان، من علان، من زيد، عبيد، ايا كان. ما في شرع يوم الانسان بيقول وكلت الله عليك، يوم تقول الله وكيلك خلاص انا الله وكيلي. كل انسان قال لي كلمه قاصره، رب العالمين هو كفيل بانه ياخذ لك حقك من كل انسان، ما بلازم انت ليه ترد لك رب. يا يقتص حقك من اي كائن كان، مدير، عالي، داني، شيخ، عشيري، وكل امرك الى الله، وكل امرك الى الله، والله سبحانه وتعالى بيقتص لك الحق في الدنيا قبل الاخره. الله سبحانه وتعالى عاطنك انت حق، حق الناس عليك، حق الناس عليك، انت عاملهم باللين، عاملهم بالطيب، عاملهم بالاخلاق الحميده، عاملهم بالشيء العدل، هذا حق الله عليك، وحق الله عليهم، حق الله عليهم رب العالمين، هذا يجازي. هم عملوك بالطيب خلاص انت حق الله عليك انك تتعاملهم بالطيب، هم ما ادوا حق الله رب العالمين بيرد عليهم. فانت مفروض ما بتازم ويا العرب السيف لي والترس لك ابدا، انت حق الله المعامله الحسنه والطيب والهين واللين، رب العالمين بيسر لك امورك وين ما جبلت، وين ما اجبلت، وين ما اجبلت رب العالمين بيسر امورك. لكن يوم بتغدي نسر، بتغدي نسر، والله قادمي اللي اخلاقه ما بعدله تحدون اغنيه طلال مداح، كل ما دقيت في ارض وتاد من ردات الحظ وافتني حصى، كل ما دقيت في ارض وتاد من ردات الحظ وافتني حصى. حد من العرب بعد يقول وين ما جبلت سودة مصخمة، وين ما جبل بويها، ولأن الدنيا سودة مصخمة، شمنا شمنا من سواد الوي، من المبيح، من الشين وقوات العين، من الأخلاق اللي غير حميدة، من الأسلوب اللي غير حميد، من اللسان اللي طول اللي يلوط اللذان، شمنا من كلمة فلان والله والنعمة، لا، من سواد الوجه رب العالمين يجازيك. هذا أبوي كله في الدنيا قبل الآخرة، ما تتيسر لك أمور، إن دخلت في تجارة ولأنك تستوي بايرة، إن أقبلت على حد ولأنك مالك ملتقى، إن كلمت ولأن مالك كلمة، إن صرت بتسوق ياها ولأنك مالك وياها، وإن صرت بتقضي حاية رب العالمين ما يقضيها، شمنا هذا من سوء الأخلاق. أبشر أبوي بسوء المنقلب باكر، هي نعم شو تحر أنت دنيا أبوي، هاي من شلها حطها من جدم الحسنات، يستوف اليمايل ما شي شرات الطيب، الطيب عايب الطبيب، والطيب يظهر الغول من السرب. أنا بشيركم أبوي حين تعديت والأبيض، وحين فويهي طبيعية، وإن شاء الله شوي وبوصل البيت بنرمس خلاص، بس عليكم عاد من ظهرت حين من الظن اللي نحن بوصل أبو ظبي، وأنا رمستن وحدة من ظهرت من أبو ظبي من شويهات لين نحن بوصل أبو ظبي، لكن ما علي رمس يعني شو بقى لسه ساكتة يقولوا لي وايد ترمس، أنا ما في أسكت، بيظهر على لساني شعر، قال الرمسة يظهر من على لسان الآدمي شعر، وأنا تعيبني الرمسة ويعيبني أسولف، ما في أي للصخ، ما في، لا والله ما أحب الصخة، لا أحجين أبوي على الصخة في القبور، وين أبوي لي ماتوا من آلاف السنين، سكتا وسكتت بوحدة، مدام الآدمي حي أبوي بيرمس وبيسولف وبيضحك وعندك ودونك، واليوم رب العالمين بيستخير البنادم، هتساعة كاتم الصوت الأبدي لين تقوم ناقة صالح. وإن شاء الله خلاص بنات بس عاد عليكم. من تي البيت سيده تي بويه داخل عند هاليته، وأنا سيد بويه عند الزراعة، سيد بويه عند الزراعة كان حد يروم وفي حيل وقوة، هنا ما شاء الله كله ذاهب، توه مبشر مرة عاد حينه
كالعادة نخمل أبوي بتحديواني يلا تعال تلقى لقط عادة خلني أنا روحي تشيزر هناك يطالعني كل اللي يبقى الحين يتخلى أبوي عند دواركة هي مسؤولة التخميل مدير مال قسم التخميل اي والله شو ما شاء الله بعد هناك كم وحدة يا رب اللهم لك الحمد روح نعمي والحمد شكرا ايوان 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 يا رب هاي ايوان مالتي يمكن من سنة ما طيع انساها هبعد غايته حين من يصبغن شوي بس غايته ودي اعطاه دوارك ها خلت وين تقول لي دوارك انت ودي هذا هناك ودي من هناك عند باب الخيمه وتقول لي دوارك انت اماره ويناكم الحين في امار هاي مفاجاه مسويت لي ام محمد توني جاي لنا ها زحت اللي ابوي يلسه شتوي على ما تشوفون احنا بعدني في عرج عنقاش ما سويتها للواكه لك انا حبتي للطبيعي هذا كل حد ابوي لموقع كل إنسان لموقع هذا موقعي هنا هذه جلستي هني أجلس هذا هني أنا هذه جلستي أنا هني وصلاح هني وأم محمد الطرف هذا وهذا عادة لمن يرقب من القبائل أيوة. شوفوا الدل أنتوا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام زقلي دواركة يتخبرون يقولون هذا وين وهذا أبوي أنا حياة السناب كلها موجودة على اليوتيوب من أول ما استوى السناب لليوم ففي الحلقات كلها كل الحلقات موجودة حتى كل شيء خدمناه في المطابخ موجود على اليوتيوب وعلى الانستغرام فلذلك ما في شيء مدسوس اللي يبقى ما بكل يوم أنا بيس أخدم ولا بيس أودر أشغالي لا أنا أبوي أخدم ودي وديتين بشاشي يتعبون عندهم أشغال فلذلك أبوي كل موثق موجود على اليوتيوب وعلى الانستغرام الخمير بلاليط وعلاقة خبيصة الدبس العصيد العادية عصيد البوبر كل الخنفروش الفقاع كل شيء القيمات الرقاق بنواع المحل العادي محل زايد كل موجود على الانستغرام وموجود على اليوتيوب فلذلك انا ما بجلس اطبخ كل يوم تعالي 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 بيفور وي هاف 3 كرتون في فايل يس زين وان وي تيك بحار اند وي جيف يس صح زين ذير از انذر 2 كرتون يس وير ار ذي اي كيپ ات اوكي ريدي نا اور يو دونت نو نوت اوريدي يو سو ات يس اند دي اي سو سام از ريدي اوكي ناو But all of them the same place now. Yes. Okay, I will go and see it. Now there is a new papaya. Yes. Go. Uh-huh. Yes. These two boxes. Yes. Do it what before. Same before. Okay. Excuse me, sir. Huh? I think we have to bring this. Okay, I will come there no. inside. Huh? Don't come inside. It's not there. You don't know. Where? There. Open. Yalla, open. Okay, this is right. Yalla, quickly. I don't have a time. ما شاء الله this is ready أيوة number one أي ما شاء الله شفتوها قبل كم من يوم كان خضر تحرى عجت كل حين زاهد ما شاء الله تبارك الرحمن هذا حتى لو شويون هذا هنمون عليه هذا ما يضر هذا الحين انا افضل اللي فيها الدقه هذه اللي فيها الدقه هالنمونه انا افضلها اخير من اللي ما فيها دقه في السبب لان هذه كميه البلوغ مره هذا قادي عسل لهالنمونه هي اللي بيكن من الفيفاي مال بيوصل بيوتكن لتحرن خربان هذا هاي مثونه شويونه وقشروه وغسلوه كلوه لا تقول ما قلت لكن
هذا هو أنا يوم عمري هذا أبربع عمري هذا أبربع عمري شوي شوي لا ترضى ضيبة رضى الله راس عدوان الله لما خافهم شوي شوي يلا you told some of it ready some of it not ready all of it ready يلا why you said not ready ما شاء الله ما شاء الله عاد روح تغني علي روح ترحب جالب على بينك ما شاء الله يا رب كل زين تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله هاي صغيرون هي يسوي حق اليوم فور مي ذس ذس مول وان اه ليز يس تشيك ميبي ما علي ما علي ما عندي مشكله ما عندي ما بموت مان. يا الله يا الله مرتبشه مرتبشه يلا دو ذات وان يلا ردي الحين سمعي هذاك كله يلا يا رجال الله يا رجال الله يا دواركا بسم الله عليك الرحمن الرحيم بسم الله عليك الرحمن الرحيم يا دواركا ايوه يلا شوف هذا الحين في خلال كم how many days to add this one دواركا I think 4 days 4 4 ايام وانا اتحرب ياخذ 10 ايام شوف ما شاء الله مره زاهب سويبت مثثيه مثي زين ما زين وبتت فور ويل سند مشرف ماي فريند يلا بي شام بي صمخ القطاو تعال شو اخبار مهر ما سوى تليفون راسه تليفون هي شي يقول حصل شغل ها الحمد لله الله يوفق مسكي ويليام بيسوي محله حفظكم الحين يا وقت الغداء هذه شوربتي عبارة عن شو ملوخية هاي شوربتي الملوخية رقم واحد أنا شي أحبها أحبها ما أحبها غليظة الغلظة اللي في الدنيا كلها فيها لا. وعليها تقلية توم وبصلها ودنياها ورقم واحد هذه ها على ما تشوفون هذه أول بادي ثانيا هذا البروكلي سوتيه أنا هنهن شويوني يعني ريحة دهنة ما بدري بان السوتيه لازم يكون مفيوح بس مليح وفلفل اسود لا برايه لا ما بتشبدي شبد حوار شوي ونتي وياها فلفل حمر مبروش والحمد لله كالعاده غداي اليوم سلمن سلمن من جد الدي العاده وتبوله شوي ونت جرجير وبصل هالي زرمه بمالي انا مالها ما يخصني فيه زين بنرويكم غداء البيت غداء البيت الله يحفظكم مرقوق مرقوق المرقوق والهل المرقوق اللي يعرفون للمرقوق يعرفون شو اتكلم المرقوق الله يحفظكم هل بالمرقوق الاصلي لازم على لحم قص خشوم ما يسوى على دياي عيب هذا سلك المرقوق المرقوق ما ينحط في اي نوع من الخضار غير البيليان والقرع بيليان وقرع ما ينحط لا علي واللام لا فاصوليا لا طحنة الزمان وهذه بوية أم الحناية yes, How are you? Fine, thank you. وهاي بوية دواركا What is this in your head? Share شو? Share Why? Just like that It's a decoration It's a decoration from Africa والله؟ Yes Thank you أم الحناية Thank you sir. Thank you دواركا Welcome sir Thank you شوف الله عليكم شوف شو قال شكله هذا اللي فيه فايدة شكريج شكريج را
رقم جديد في موسوعة جينيس، رقم جديد في موسوعة جينيس. راح يكون ولادة هالرقم في جزيرة الحديريات في عاصمة الخير أبو ظبي. ابتدأ التنظيم وابتدأ الله يحفظكم العالم تلبس الكابات والتيشيرتات المخصصة لهذه الاحتفالية. الشهر هذا اللي نحن فيه هذا اسمه شهر توعية بسرطان الثدي، شهر تثقيف وشهر توعية وشهر ان كيف يخلون البنت او المصابة او قبل الإصابة انها تاخذ احتياطها او تاخذ بالها من نفسها، او كيفية اكتشاف المرض في اوائل عشب ما يستوي مرض عقب. هو اول ما يجي ما يكون مرض، هو اول ما يجي شيء بسيط، فلو يتدارك ويكتشف من اول الاصابه يكون علاجه اسهل عن شربه الماء علاج العوق، لان في فحص دوري بطريقه منتظمه. لو كل انسان كل بناتنا ابتدن في الفحص في عمر معين على حسب الارشادات الطبيه والعلاجيه ما استوى المرض هذا من الأساس. المرض هذا يجي من بعد إهمال للاكتشاف المتأخر، تكتشف فالبنت أو السيدة أو الأنثى من إذا يكتشف المرض في وقت متأخر فهذا علاجه يطول، لكن إذا يكتشف المرض في وقت متقدم فما يوصل إلى المرحلة الثانية والثالثة، يعني يكتشفون في مراحل الأولى. أي شيء يكتشف في المراحل الأولى يسهل علاجه، إنما من بعد ما يكبر تكبر الأورام يعني تزداد المشاكل، يعني فالموضوع يطول علاجه. أكيد كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن الاحتياط واجب، الاحتياط واجب، والإنسان كثر ما يروم تاجي على عمره من كل الأمراض سواء هذا ولا غيره. لكن نحن اليوم في صدد توعية بسرطان الثدي. سرطان الثدي مرض فتاك، مش بسيط، يكون بسيط وايد وما شيء أبسط عنه في حال تم اكتشافه بأيامه الأولى أو أشهر الأولى. إنما الواحد البنت تتريى تانس فيها شيء أو ما يتم اكتشافه لأنها ما صارت تسوي الفحوصات المطلوبة أو ما صارت تسوي الفحوصات اللي مطلوبة منها بإهمال وتقصير، هذا يتطور الشيء يستوي عقب مرض، يستوي مرض. VBS للرعاية الصحية مدينة بارجيل منظمين هالحدث الكبير ومجهزين من مدة طويلة، فنازل دايعين ومعلنين وحاطين البروشرات في كل مكان. نعم تبذل جهود عظيمة لتوعية البشر من هالمرض الفتاك، جزاهم الله كل خير. كل إنسان سواء مؤسسة فردية شخصية بمستشفي حكومي، أي إنسان يسعى أنه يفك العرب من الأعواق وليهاد ويساعد الوادم في أنه يعيشون حياتهم الطبيعية وتكون الناس بخير وسهالة، هذا شيء إنجاز روحه وايد كبير، يشكرون عليه، يعني لهم كل الشكر والتقدير وجهود تثمن، والله ياجرهم إن شاء الله. هذا اللي تشوفونه أنتوا هذا كله جهود مشتركة VBS وبارجيل مع مجموعة كبيرة بارك الله فيهم. هذا جهد كبير لتعزيز مكانة دولة الإمارات، لتعزيز مكانة دولة الإمارات، تعزيز مكان دولة الإمارات كنموذج متميز في قطاع الرعاية الصحية، كنموذج متميز ومتقدم على جميع الدول في العالم في رعاية الإنسان سواء داخل الدولة أو خارجها، الرعاية الصحية المتكاملة. سجلت اسم إمارة أبو ظبي في هذه الموسوعة.
جهد جبار من الاخوان والحضور وجزاهم الله خير كثير ما سمعتم وكثير ما عملتم وان شاء الله من هذا الافضل ان شاء الله لكم نطمح ان يكون مشاركتكم تكون طيبه ولها اثر على المجتمع خصوصا في سرطان الثدي. طبعا هذه مشاركه تعطي الكثير دروس وعبر عن ما هي اهميه يعني البحث المبكر للتعرض لسرطان الثدي وهذه مشاركة جبارة حبيبة ونشكركم عليها وشكرا لمجموعة BBS على هذا الجهد المجهود وإن شاء الله نتمنى مشاركات أخرى في المستقبل مع المجتمع اللي تعكس مشاركات إيجابية إن شاء الله. نزير ابو الوفد كلهم احينا سائل الشيخ الله يحفظه وبيجسمون على جوائز او شهادات عاد على منو ما بحافظ على منو قالوا لي مسايق نسيت وان شاء الله حين نوصل بنصور بنرويكم منو اللي بيعطون هالجوائز منو اللي بيعطونهم الشهادات. الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي مع عمران الخوري ابو محمد الحين سايرين وصلنا تقريبا لاني ابوي انا سيارتي ضاعت فلذلك ما اشوف اللي ورا. اي والله وصل ابوي الجماعة ترى وصلنا وانا ياسر بس دكتوره يحطك بيعطون الجائزه كسرنا الرقم. اي ما شاء الله عليك انت تستاهلون. ألف مبروك ألف مبروك يا جماعة. إن شاء الله تنتين الباجيات بعد. إن شاء الله تنتين الباقيين. شو هن الباجيات بيكون؟ في تنتين باجيات. في بعد تنتين. هاي أكبر وحدة فيهم وفي وحدة عن اللي بيسوون أكبر عدد من الريبنز الشرايط. وحدة عن اللي بيلبسون بعض أكبر عدد من الشرايط. ما شاء الله. نكرية وايد ناس. يعني الحين شو؟ هاي أطول شريط توعوي في العالم لمرض السرطان. كسرنا الرقم الطيار. الحمد لله هاي روحنا. الجماعة كلهم متجعين. كسرنا الحادث خلاص. خلاص. كم خطوة الحين؟ لا ما بنقول حق احنا نشارك وياكم الوعد اخر شهر لا كل انت تروحها احنا ما نقول الصحه على البلديه روحها كل جهه بروحها في نهايه الشهر كل يسوي سبلت على كم خطوه السلام عليكم. مشاهدين الجماعة ذاك اليوم كنت انقل في الدائرة مطر نعيمي كان معاه ورقة وماشي كلنا اصلا اللي كانوا قبل يقولوا مثل رولا وهلال واللي كانوا على اساس طلعت هجوم جديد خلاص من السادس السابع تحت مثلك اسمائهم مش موجودة من اول ما شاء الله ما شاء الله يلا يعطيكم الصحة والعافية ان شاء الله ببشركم بالثنتين الباجيات ان شاء الله ان شاء الله. دكتورة تعرفين العرب باسمك؟ دكتورة منيات محمد الهاجري أنا مدير دائرة الصحة العامة في دائرة الصحة أبوظبي. ما شاء الله ما شاء الله شو الحدث هذا؟ شو يمثل لك؟ اليوم والله الحمد تضافرت كل الجهود وتجمعنا كلنا وقدرنا نحطم الرقم القياسي العالمي وتسجل حاليا باسم إمارة أبوظبي لأطول وأكبر شريط وردي للتعرفة والتوعية بسرطان الثدي. ما شاء الله. نوجه رسالة لجميع الحريم والبنات والسيدات هم أمل المستقبل نباهم يكشفون عن السرطان مبكرا ونبى بعد نذكر أن ترى سرطان الثدي بعد يأثر على الشباب أحيانا ومهم جدا أن الكل يفحص الفحص المبكر وأن نحن نشجع بعض ونحافظ على الأرواح. جزاك الله كل خير ويلا ياجركم ان شاء الله دكتوره. الله يسلمك ونثمن جهودكم وكلنا ندعي لكم ان شاء الله طول العمر. مشكورين وسعيدين بوجودكم. الله يحفظكم دكتوره. الله يسلمك. بارك فيك مشكورين. شاكرين جدا مبروكين الوجود. مبروكين مبروكين هالشيء الفنان يا الله يحفظكم. طالت عماركم انا حاليا متواجد في جزيره الحديريات مع الدكتوره منيات الهاجري. دكتوره تفضلي. يا مرحبا بك. شكرا لوجودكم معنا اليوم
الحمد لله نبشركم ان ابو ظبي كسرت الرقم القياسي في اطول الله يسلمك في اطول شريط توعوي وردي للتوعية بسرطان الثدي. مناسبة تضافرت فيها الجهود مع شركائنا في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص، دائرة الصحة والفي بي اس وبلديات أبوظبي. نوجه لكم رسالة أن نحن كلنا موجودين اليوم، هدفنا نشر رسالة التوعية. ذكروا بناتنا، ذكروا أمهاتنا، ذكروا الحريم كلهم بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. 98% نسبة الشفاء إذا تم الكشف عنه مبكرا ولله الحمد. مهم جدا أن الكل يفحص ويسوي الفحوصات الضرورية، ولا تنسون بعد أن هذا السرطان الله يكفينا ويكفيكم الشر ممكن بعد يصيب الرجال. رسالة مهمة جدا، نقدر نحمي الأرواح مع بعض. خلكم كبير ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني حضور أكبر عن رائع، يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جزيرة الحديرية، أنا ما تديت ترى أول مرة بحياتي أي جزيرة الحديرية، ما تديت ولا كد وصلت، ما شاء الله. ومن فيها خلق الله ما خلق، اللهم لك الحمد، وشاركنا قدمنا الشيء اللي الله مقدر لنا عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سويت اللي الله مقدر لنا عليه وقيس معرفتي زين، وحسبه فوق عن الزين برايح. هذا اللي بيعذرب برايح، اني انا بروم اخذ متعذريب، ما بروم غيري ما خلا متعذريب اللي ما خلى شيء ما سووه، انا ما حبي اعذرب برايح، اللي بيعذرب يعذرب. يلا توني واصل البيت بخير وسهاله، جيت بعد قهوه بعين من الله خير، وانا اصلي العشاء ان شاء الله اني بسير، أنا خلص مصلي العشاء إن شاء الله أني بسير النادي وكلي نشاط، ولا أشكو من بحث. إذا شيء تصوير في النادي بصور، إذا ما في شيء تصوير ما شفت أوادم وادي ما بصور. يلا عمبرو يا عمبرو، سرق ربي يا وضربو، عمبرو يا عمبرو دار راسي. اي توني يا توني عمبرا يا عمبرا وعمبرا اي اي خذ كرهتي المكروهة. السلام عليكم صلاح. صلاح تعرف هاي منو؟ ما اعرف هذا قبل. ويا كيف ما تعرفه؟ هاي سليمان جاينك من العين. هذا الله يسلمك صلاح. ما بوقت زيارته الحين. صلاح ما بوقت زيارات الحين. صلاح دقيت للمغرب قلت له تعال لي. قال لا 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 بيك بكره الصبح. غير بدل لي قال باكر الصبح بيك. اصبر زي اصبر انا بقهويك اصبر خلنا نرمس يلا زين اصبر. هذا اللي جايب انك انت شو هذا ملوق انت المراد. اقول له صلاه قال لا لا هبي باكر الصبح بيك غير بدل قال باكر الصبح بيك. قلت له ترى جاي انك ابوي الري هاي سليمان الحساني. سليمان كيف حالك؟ خير سالم. هاي سليمان اللي هاك اليوم عازميني في بيتهم في الصاروي بحيدونه نزيد المراد. قال لي خالد انا جايب هديه حق صلاح، هاك اليوم انت سرتوا تايلند ويا صلاح وقلتوا له بتاخذون له مناديل وما اخذتوا له، انا جايب له ابوي مناديل وجايب له ساعه وجايب له ساعة. اصبر 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 دقيقة. جايب له مناديل وساعة ونعول وحين جايب ضبيع في لازم. قلنا له ما عليه الحين بخلي صلاحي ويا صلاح الحين مبلج سواد عيوني. جايب صلاح هالهدية هاي صلاح شفت هذا؟ هذا كله حقك انت؟ حقك انت هدية؟ هدية هذا حبيبي ساعة ومنديل ونعول. أحب أخلي دوارك تفتشن. يلا أوبن أوبن everything quickly على دوارك no need. ها؟ tight yes. يا صاح طلع بيفتشون كلهم بيروون كيان. نحن خلاص بنرويكم شو عادي يا بينا صلاح. عرفت شو هذا؟ هذا مناديل. انت ما قايل تبى مناديل يوم في تايلاند؟ ايه ما جبت لك
هم شافوا اني انا قصرت ولا جبت لكم يا ابو لك. ها لا يا باي خلاص ها ها نفس الشيء لا فتشيهن كلهن انت فكينا منهن الحين صلاح مشغول ما بيكم جايبين الذهاب يلا شو عاد اوبن يا سلام يا سلام هاي صلاح حقي انا صح لا ليش انا اخوك يلا قايس خلي قايس قياس ولا مقاس كم 11 قياس صلاح لبسيه لبس جان قرب الاذان وش هو وين يعرفه شو عيون محيسات انزين عدل ريو انت عيو عين ابو ديسان قاعدة شوي شوي يا الله تفدع عنا بنعود يا سلام يا سلام وليش يسرك الريول شي شرق وشي غرب لا تتكود يلا ها زين صلاح هذا وين تفدع عن النعود وش ابوي يدول مناديل هاي يا بول ابوي مراضين حق تس وتس صلاح ما يعيب الا اللي هاي ها لك تصاب وين شيء هي بعد هناك بعد يلا اوبن اوبن هذا انا اوبن ذس وان ذس بوكس ذس بوكس بعد شيء بعد هني ها يا سلام ارباب انت ارباب يبي لك شيء وايد انت صلاح طالع طالع ها يا سلام يا سلام يلا عاد انت رويد بايت يلا صلاح اشوف اشوف هاي حقي انا هي نعم شو هذا ها عنب وعين ما تشتغل لازم تشتغل حقي لو حقك هذه حقي لو انا ولا انت انا ما بتعطيني اياها انا يوم وانت يوم صلاح صلاح وين سارح انت بيتي خلاص بتصير يلا قودي عاد قودي لا يتكود يلا بيطيح بيطيح سير وياه بيتكود تلفت وين بشبص لحمة الفتش ما ادري هذه دومي هذه بالخالدي هاي هات خلينا نطعمها هاتوها بنشوف هذه شو يسمونه هاي؟ كلا بوشا. ها سمعت الخالدي كلا بوشا. كلا بوشا. روس روس. ما العيم هالي يقول والله العيم تاريخ أبوي في البلاد هاي. نعم. هذا لسان. يعني ما أظني حد كل قبله قليل يأكلونه لكنه من أفضل الأجزاء في الذبيحة. فتيس. في الخروف التي فتيس. ها شو أيش الخان؟ يتيلف يتيلف بيبي. ها ها. يا سهل يعني من افضل الاجزاء صراحه لحمته وايد حلوه وترفه ناس ما اداني خلي يجربون بس تنصحهم يعني يجربون خلي يجربون شو يسمونها هالاكله مثل مغور يسمون مغور مغر 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 بس بالعيب يسمونها كلابوتشا كلابوتشا مغر يا سلام عليك معلومات صراحه أقولكم أبوي ركب ودلل رويلاته ركب ودلل رويلاته والله يا أبوك يعني ما احتركت وأشوف يا ستي يا لاس أبويا صار عن الرجال وصار صلاح وأنا في زيرة الوحدة الحين دق لي الخبير قال أبو محمد كان كارس بيك كثير لترياك أسب نسمي الفيديوهات مالات مكة مالات شرق كل ما تسمينا ما سميناها اللي على اليوتيوب والله إني ميلس لا سرت النادي لا همك الله تشلكم إني لقت اللي هني على الكرسي
جلست الحين تريع عبد الخبير من اي بصور بزمان ما صورتكم اياه. ابوي الخبير قلت له بصور، قال لا صورني في المكتب وحين رافض. لا لا والله ما تصور، لا تصور. ليش تصور؟ شو قاعدين نسوي احنا؟ نتكلم. ليش نتكلم في موضوع الشغل؟ ابويا على اساس انه يسوي يسمي الفيديوهات. وين ساير؟ وين ساير مكان ايه. ومن يا ابوي اللي يذوق دلت القهوه فيجها في بطنه وحين دلت الشاهي والفطاير. فطايه ها صحن كبره قالبي يا حبيب النبي. شو اسمها؟ شو تقول عنها؟ زرطو. زرطو قالبي يا حبيب النبي. المراد ابوي ترى الخبير ان شاء الله من الاسبوع الجاي بيبتدي دوامه في المكتب مالنا اللي في دبي ان شاء الله. مكتب مشاهد برج الشيخ خليفه، علم وخبر. صب لك شاي؟ لا يعني الله يرحم والديك. شكرا بقيتك اقول كلمه ما بقيت. المراد بني عاد اليوم ناوي اسولف وياكم واقول قصات شويون ولا شيات. في عندي موضوع اجتماعي ناوي ارمس انا من متى الحين، من اسبوعين ثلاث، اليوم وبكره، اليوم وبكره. ما الله كتب اني اعد، لكن ان شاء الله في القريب العاجل يمكن بكره ورا بكره. وحين بين يسعدنا شغل انا والاخ ابو ابراهيم من هل بنخلص شغيلات عندنا. وان شاء الله اذا الله راد بسولف وياكم بكره الصبح. تصبحون على خير. ابراهيم يقول حق الجماعه تصبحون على خير. تصبحون على خير يعني. الله يقويك.